Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليك فان يلقى وجه ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.